أكيد يا فرح، رايحين على عالم الطفولة. رح نحكي اليوم عن مصطلح تخريج الأطفال. شو المقصود بهذا المصطلح؟ وإمتى فينا نقول عن طفل إنه اندمج وتخرج؟ وإمتى ممكن اعتماد هذا الشيء بالنسبة للطفل؟ هي أسئلة رح تجاوبنا عليها أكيد ضيفتنا ميسم الحصرية، أخصائية اجتماعية ونفسية. صباحك يا ميسم. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا صباح فيكي. الخير ميسم. صباح الخير. أول شيء بدنا نحكي قبل ما نفوت طبعا بالتفاصيل، مصطلح تخريج الأطفال، شو يعني هذا المصطلح؟ كتير بتصير مساءلات ايمت منقول عن طفل او مين هن الاطفال اللي بيتخرجوا. الاطفال اللي بيتخرجوا هن الاطفال اللي بيكونوا هن اطفال ذوي احتياجات خاصه، من اطفال توحد، صعوبات تعلم، نقص سمع. هدول الاطفال اللي هن اخذوا بالحياه مكان خاص لهم، او خلينا نقول انه عطاهم المجتمع مكان خاص لهم. بقول انا بشكل بعيدا عن المصطلحات العالميه العلميه، بعيدا عن التعقيد، خليني اقولها بشكل كتير بسيط. انا بقول عن طفل انه هو تخرج او بطلق عليه مصطلح التخريج لما بحسه انه هو صار طفل بيشبه اقرانه من العمر نفسه. يعني مثلا انا طفل 3 سنين، هو من الحاله الطبيعيه انه يحكي جمله تكون واضحة متكاملة، بيعبر فيها على الأقل احتياجاته. تماما، على الأقل بتتألف من 3 لـ4 كلمات. فأنا عم بقول عن طفل صعوبات النطق مثلا، إنه هو طفل تخرج لما بصير هو قد يخرج 4 كلمات، 3 كلمات إلى 4 كلمات. هون كمان بدنا نراعي شيء اسمه فروق فردية. فمصطلح تخريج هو وصول الطفل للمرحلة الطبيعية كعمر عقلي وكعمر حسي وكاندماج اجتماعي، يعني خلينا نقول الوصول للعمر اللي بيشبه أقرانه من جميع النواحي. نعم، يعني ميسم خلينا نحكي شوي. اليوم كتير صعب على الأهل فترة هالانتظار، خاصة اللي عندهم هالأطفال اللي عم بيعانوا من هالمشاكل الشائعة جدا هلأ. فكرة الاندماج، يعني بس يحسوا طفلهم اللي كان عم بيعاني من صعوبات كلام أو تعلم أو فرط نشاط أو نقص سمع مثل ما قلنا، عم بتحسي إنه بس عم يندمج، ما عم بيصدقوا النتيجة. فتخبرينا إمتى بنقول على الطفل إنه هلأ قادر إنه يندمج، وخاصة إنه في عنده فترة معينة قبل ما يفوت بقى على المدرسة صف أول، وهي فلازم تكون يعني المعالجة فيها متابعة. أكيد هلأ نحن أكثر شيء بنركز عليه بأنه نحن ما نستعجل كثير بالدمج. يعني كثير بيجينا أمهات أنه أنا اشتغلت مع طفلي بيعرف ألوان، بيعرف أشكال، بيعرف أحرف، معناته هو صار طفل طبيعي. أنا لما بدي أقول عن هذا الطفل أنه صار طفل طبيعي، أنا في عندي برامج تقييم. هي برامج التقييم بتقلي انه هو عنده ضعف لسه من النواحي النفسيه، عنده ضعف من النواحي العقليه الى اخره. فانا هذا كله بدي اشتغل عليه. أكثر نقطة بركز عليها إنه نحن ما نكون عجولين. عقد ما نحن بنستعجل بالمرحلة اللي ذكرتيها حضرتك اللي هي مرحلة الدمج، على قد ما بنكون نحن عم نحرق مهارات عند الطفل. صحيح. وخاصة إنه نحن بعصر الشاشات. نحن بعصر هي التكنولوجيا. هي لحالها بتعمل توحد، هي لحالها الشاشات بتعمل. فبتلاقينا إنه نحن الأشخاص الطبيعيين الكبار احيانا بنكون مجموعين بينات بعضنا يمكن ما بنحكي كلمتين. صحيح. فهي لحالها هامش. فكيف اذا انا الطفل عنده مشكله؟ فكتير بدي اكون حريصه بهذا الموضوع. كتير بدقق انه نحن في عنا حاليا شيء اسمه برامج تواصل. تواصلوا مع اطفالكم حتى لو كانوا اطفال طبيعيين، لانه مرحله الاندماج هي مو بس بتنطبق على الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. أكيد. مرحله الاندماج وخاصه النفسي والاجتماعي والحسي ممكن تكون كمان مع الاطفال الطبيعيين، هن بحاجتها، وخاصه مثل ما ذكرنا بعصرنا هذا. فانا وقت اللي بنقول عن طفل انه اندمج بقول له قارني بابن خاله، بابن عمته، بابن اخته، بالعمر، يعني بالطفل اللي ممكن يكون بعمره، او اذا كان عنده ذوي احتياجات خاصه هذا الطفل ممكن يكون لاصغر بعمره من 6 شهور لسنه. فهون انا بقول الطفل اندمج او لا، طبعا مع مراعاه نقاط جدا مهمه اللي هي نقاط
فردية، يعني خلينا نقول الفروق الفردية بين الطفل. هذا الطفل ممكن يكون اجتماعي أكثر من هذا الطفل. نحن بنعرف البنوتات بيحكوا أكثر من الصبية، بتلاقي البنوتة الصغيرة بتنطلق بالكلام بتكون فجأة بتلاقي الأم صارت تقارن إنه يا الله أنا بنتي تماماً، إنه بنتي بتحكي قصة بس ابني ما بيحكي. كمان هي الأمور بدها الفروق الفردية كتير بدها تكون بعين الاعتبار وكتير بدنا ناخدها بالشكل الصح. ولكن مثل ما بنقول عنا مقاييس عمر زمني أو عنا سيكيولوجيا معينة نحنا منتبعها لما نحنا بدنا نقدر قديش ممكن يكون هذا الطفل تطور أو وصل للعمر الطبيعي. مثل ما حكيتي شيء يمكن هو مرينا عليه بشكل سريع، لكن هو في كثير من الأهمية لما نحن نتواصل مع طفلنا، حتى الطفل يلي ما بيعاني خلينا نقول من أي شيء. اليوم بعض الأمهات بيهملوا هذا الشيء، مجرد نحن نمسكن الموبايل أي شاشة آيباد تلفزيون شو ما كان نحن منريح راسنا شوي، وبتظهر المشاكل السلوكية لبعدين والمشاكل النفسية. قديه مهم هي النقطة أنه نحن ما بس نطمن أنه نحن ابننا سليم من كل النواحي، لا نتواصل أكثر معه لحتى نعده لبعدين. صحيح، مرحلة التواصل مثل ما ذكرتي حضرتك هي نقطة كتير مهمة. مرحلة التواصل هي بتمنح تطور نفسي للطفل، تطور روحي، وأيضاً بتمنحه نوع من الأمان. يعني خلينا نقول حتى نحن اللي منكون أشخاص طبيعيين، بمجرد منلاقي شخص بمكان غريب يتواصل معنا، بيحكينا، بياخد بيعطي معنا، منحس بهذا النوع من الأمان. عطول الطفل بحاجة مثل ما نحن بحاجة، مثل ما أي شخص بحاجة يحس للسند. هذا السند ما بالضروري يكون عم يكمشه بشكل حسي أو حركي أو جسدي، السند أحياناً بيكون نفسي هو بشكل أكبر. فبمجرد أنه بيحس أنه أمه هي عطول عم تحكي له، مثل نحن كنا نوعى عليه. اليوم ابننا عم بينام على الآيباد بينما نحن وصغار كنا ننام على حكاية ماما. فمنلاحظ أنه الحكايات إيه كانت تشبه بعضها، بس كانت فوتنا بعالم من الخيال. نحن عم نقتل خيال الطفل بعدم التواصل معه، لأنه أنا لما بقلل من التواصل مع طفلي حتى عم قلل من الحصيلة الخيالية اللي عنده، عم قلل من الحصيلة اللغوية اللي عنده، عم حتى يمكن بسبب قلة التواصل عم تأخر النطق عن بعض الأطفال السليمين من كل النواحي. تماماً. هلأ نحن كتير منلاحظ أنه نحن بزمن أول، وخاصة أنه كانوا أهالينا عايشين مثل ما بنقول نحن بالعيلة الكبيرة، يعني أنا بوعى أنه أنا ربيت بين عماتي خالاتي، كل واحد يحكي لي قصة، كل واحد يعلمني شيء. يمكن كنت أقعد مع تيتا بالمطبخ ساعدها بإعداد وجبة طعام مثلا، كلهم أنا في شغلات محفورة بعقلي. يمكن بيني وبين حالي هلأ بس صرت كبيرة بتذكر أنه هيك ماما كانت تعلمني، هيك ماما كانت اللي كانت ميسة والتفاعل مع العيلة هلأ معدوم. المرأة العاملة هلأ خلينا نقول أنه ما عاد في عندها تواصل بينها وبين أطفالها، بتعطي يمكن الموبايل بتحط له تلفزيون. حتى العلاقات الاجتماعية اختلفت، حتى علاقات يعني هي بشكل عام كلها اختلفت. بس اليوم مثل ما قلتي الطفل هو جدا حساس، وخاصة بالسنين الأولى لأنه بيمتص وبيتشرب كل شيء بيعطوه الأهل. فقدي اليوم لازم الأم تنتبه على كيف فيها تقضي وقت لو أنه ساعة مع حتى الأم العاملة، بنعرف عندها ضغوطات حياة، بس كيف فيها تقضي هذا الوقت، تعلمه، تسمع له، تعلمه شيء تحسسه أن هي معه. هلأ أنا بقول عطول تواصل الأم مع طفلة ما بالضرورة يكون بالكلام بس، ممكن أنا أكلف ابني بمسؤوليات أو ببعض المهام. أنا رايحة على الشغل، أنا بكلف ابني أنه أنت بدك تضب مثلا خزانة كتبك، بدي ارجع لاقيها انت عزوقك، انا بدي اترك لك اليوم مثلا لبنوتي ديكور غرفتك، انا بدي ارجع لاقي شيء مختلف. اعطيهم الحريه بانه هن يبتكروا او خلينا نقول يبدعوا بالشيء اللي ممكن يكون هو مانو محط اهتمامهم. الهيهم شوي. نحن قبل ما كان في موبايل فكنت تلاقينا بشو كنا نتسلى، يمكن بغرفتنا نلزق صور المطربين اللي منحبهم. صحيح. نحاول نعمل مثل هذا الشخص اللي هو بمخيلتنا. على القليلة كنا ندور على قدوة. نحن اليوم أطفالنا إذا بتلاحظي ما عندهم قدوة، عندهم شيء اسمه تقليد، وهي أكثر مرحلة خطر.
فأنا بناشد كل أم إنه ما بالضرورة التواصل الكلامي يكون هو الحل الوحيد، فينا نكلف بمهمات، فينا نعطيهم أريحية، فينا مثلا نجيب لهم قصة، نحاولوا تقروا القصة، أنا بدي أجي أسمعها منكم بطريقة تانية تماما. كتير أنا بشتغل شغلة كتير حلوة مع الأطفال، بحسها مبدعة. أحيانا مثلا إذا بحس إنه طفلة بتحب الثياب أو كذا، بجيب لها قماش، بعلمها طريقة تصميم الأزياء. الطفل اللي بيحب مثلا يشتغل بالطبخ، بعطيه عجينة حتى لو احترقت، حتى لو طلعت مو طيبة، طبعا مع مراعاة الأعمار اللي أنا بشتغل فيهم. بس نحن منلاحظ إنه أكثر أعمار هلأ صارت خطرة هو عمر 3 سنين لـ9 سنين، مات الحس الخيالي عندهم. يعني صاروا حتى مثلا أغانيهم، صاروا حتى شيء معين بيلحقوا أصوات معينة. يعني حتى بتلاحظي صار في عنا تيم مثلا قناة طيور الجنة، إذا بتسمعوا فيها هي نفس التيم، فبتلاحظي الطفل بيقولوا لك أنا طفلي طول ما أنا قاعد على التي في هو عم بيهز. طب أوكي، هو ليش عم بيهز؟ يعني احنا نقعد على نفس المحطة بدنا نهز مثله يعني. وهي غير قنوات اليوتيوب اللي عم تنتشر اليوم كتير، وبعدها كتير موسيقى يمكن ما يسمعها. نحن حتى تعليميا كتير اختلفت مناهجنا. يعني اليوم انا بتذكر انه كنا نحن وصغار يعطونا مثلا حرف الباء، وتقلنا المعلمة انه انتو بتكون تجوا الدرس الجاي عاملين لي غنية على حرف الباء، عاملين لي مسرحية على حرف الباء. اليوم بنحس هاي الشغلات انتهت بسبب انه انا صرت ببحث حتى طلاب التاسع يمكن اذا عم بتلاحظوا الاسئله اللي بتصعب عليهم بيطالعوها عن طريق النت، اسال جوجل. تماما. فنحن فينا نعتمد انه اوكي انا بعطيك، انا انت ابني او انت بنتي وعم تشوفيني قاعده على الموبايل، فانا اكيد ما راح اقول لك انت بدك تقلديني، ولكن بحاول انا ضبط سلوكي قدامهم، بحاول انا ما اضل ماسك الموبايل قدامهم، زائد انه بعطيهم تواصل يكون صح، تواصل يكون صح من النواحي اللي انا بعتبرها انه مثلا روح لعند الجاره سلم عليها وقلها كذا. كثير هي الشيء المهم نحن بنعتبره سخيف، هي سكبه الجيران اللي كنا نحن نبعتها كثير بتعطي تمييز وادراك عقلي. يمكن نحن هلا بطلت هي حياه الجيران والحياه الاجتماعيه اللي انا بعتبرها، بس نحن فينا نرجعها. اكيد فينا، لانه نحن وصغار كنا نلعب بيت وبيوت اذا بتتذكروها. هي اللعبه كنا نطبخ، اي يمكن ما كنا نطبخ مثل، بس على الاقل كان يكون عندنا شيء حسي عم نشتغل عليه. تماما. اكيد. يعني ميسم هيك نصيحه سريعه واخيره اليوم لكل ام عندها طفل حابه يكون مندمج بالمجتمع، عنده مشكله معينه مندمج، اول خطوه شو تعملها حتى تخطو مثل ما بنقول على الطريق الصحيح؟ رح اعطي بمنحين، كونه حكينا نحن عن اطفال طبيعيين واطفال ذوي احتياجات خاصه. ام طفل ذوي الاحتياجات الخاصه ما تخجل بطفلها، وام الطفل الطبيعي تخلي ابنها يندمج بكل مراحل حياته مع الاطفال الثانيين. شكرا كثير. اكيد. يعني ميسم الشيء الحلو اللي كثير كان ملفت قد ايه نحن عن جد بحاجه كثير لهي التفاصيل اللي عشناها انا او زينب او حتى انت من السكبه، من الالعاب الحلوه اللي بعيده كثير عن هي مواقع التواصل والتكنولوجيا الجديده اللي بقول هي خربت اكثر ما عمرت. يعني بدنا نتشكرك ونتمنى الامهات ياخذوا بهي النصائح. شكرا كثير لكم. شكرا لك يا ميسم، وان شاء الله دائما هيك مثل ما قلنا انه كل طفل ان كان عنده مشكله او كان طبيعي يندمج بالمجتمع، وخاصه ضمن الظروف اللي عم نعيشها ان كان اقتصاديا نفسيا وحتى ضغط الحياه، شوي نعطي وقت لاطفالنا حتى فعلا يكونوا طبيعيين بكل المناحي. شكرا لك يا ميسم. وشكرا لكم. شكرا كثير.